يمثل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة أحد أهم المنافذ إلى المملكة العربية السعودية، كما يعتبر ثاني ميناء جوي لتوافد حجاج بيت الله الحرام كل عام. ومن هنا جاءت العناية بتنظيم عملية استقبال وتوديع ضيوف الرحمن بما يليق بهم من حفاوة وتكريم. فمنذ أن يضع ضيوف الرحمن خطوتهم الأولى على جسر نقل المسافرين المجهز بكل متطلبات السلامة والحركة والتكييف، والذي يرتبط ببوابة الطائرة خلال 5 دقائق من وقت استقرار الطائرة لتقلهم من الطائرة إلى صالات المطار، حيث يتم أخذ اللقاحات الصحية اللازمة في نقطة الفرز التابعة لوزارة الصحة. ومن ثم يقوم فريق عمليات الصالات بتوجيههم إلى منصات الجوازات لإنهاء إجراءات الوصول واستلام الأمتعة التي تخضع للإجراءات الجمركية وفق المتبع. بعدها يتم استقبال ضيوف الرحمن بالتهاني والورود وعجوة المدينة على سلامة الوصول، ليتم بعد ذلك توجيههم إلى صالات الانتظار الخاصة بهم والمجهزة بجميع الاحتياجات من المقاعد والوجبات الخفيفة والمشروبات، تمهيداً لتفويجهم إلى الحافلات التي تقلهم إلى أماكن إقامتهم. وتفعيلاً لمبادرة الطريق إلى مكة، والتي تم إطلاقها في موسم حج 1439 كأحد برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، حيث يتم إنهاء إجراءات دولتي ماليزيا وإندونيسيا من مطارات المغادرة في بلدانهم. فقد قام مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي باستقبال ضيوف الرحمن المستفيدين من الخدمة وتوجيههم مباشرة إلى الحافلات التي كانت بانتظارهم لتقلهم إلى أماكن إقامتهم. أما رحلة المغادرة فلم تقل أهمية عن مراسم الاستقبال، فبمجرد وصول حافلات الحجاج المغادرين إلى مدخل المطار تم توجيههم إلى صالات الانتظار المخصصة للحجاج، ومن ثم نقل أمتعتهم من الحافلات إلى منصات إنهاء الإجراءات.
ليتم بعد ذلك توجيههم إلى منصات إجراءات الجوازات وصولاً إلى إنهاء إجراءات التفتيش الأمني قبل تصعيد الحجاج إلى طائرة المغادرة التي تقلع في موعدها محملة بحجاج بيت الله الحرام ومشاعرهم الفياضة ودعواتهم الخالصة بأن يبارك الله أرض الحرمين ويجزي قادتها وشعبها خير الجزاء. واليوم نحتفل بنجاح أعمال موسم الحج لعام 1439 للهجرة ونتطلع لخدمة ضيوف الرحمن في السنوات القادمة.